بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من دروس تعليم برنامج المايكروسوفت بروجكت. احنا كنا اتكلمنا في الدرس الأولاني على introduction على هذا البرنامج، وخدنا فكرة ولو بسيطة على الكورس بتاعنا اللي هيكون عبارة عن short course. هيكون كورس زي ما قلنا قصير لكن مركز. الشكل اللي قدام حضراتكم هو الانترفيس بتاع البرنامج، يعني لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوا طبعا ده الانترفيس بتاع البرنامج اللي هو فيرجن 2007. ممكن الانترفيس بتاع برنامج 2010 و2013 وهكذا من النيو فيرجنز هتلاقيها شوية مختلفة، لكن زي ما احنا قلنا قبل كده يبقى الاستخدام الى حد ما مفهوش تغيير كبير، او سهل انك انت اصلا تتأقلم على النيو فيرجن لو انت عرفت اساسيات الفيرجن القديمة. بيكون عندنا حاجة اسمها فايل وإديت فيو انسرت فورمات تولز بروجكت ريبورت كالبريت ويندو اند هيلب. هنأجل الكلام عليهم لما نفتح البرنامج فعليا ونبدأ نشوف يعني فكرة بسيطة عنه. خلينا بس الأول أقول لكم احنا علشان نشتغل على مايكروسوفت بروجكت ايه اللي محتاجينه من داتا، وانا بعتبر الجزء ده مهم. يعني مثلا لازم يكون عندنا فكرة بسيطة عن إدارة المشاريع. مش هتكلم بالتفصيل عن إدارة المشاريع قد ما يكون موضوعنا هو عبارة عن ربط ما بين إدارة المشاريع اللي احنا بنسمع بيها ونذاكرها ونحضر كورسات البي ام بي بتاعتها وما بين هذا البرنامج الجميل. مبدئيا البرنامج ده بيستخدم تو زي ما قلنا تو بلان مانج كنترول اند تراكنج بروجكتس. طب هو البروجكت معناه ايه؟ أي عمل مؤقت له بداية وله نهاية، ليس مرتبط بصناعة معينة. يعني مش معنى كده ان احنا لما نقول ان كلمة project يبقى اذا بنتكلم على الكونستركشن projects only، لا طبعا البروجكتس موجودة في أي صناعة مهما كنت انت شغال فيها. فأي project بيكون ليه start date وfinish date، وبالتالي دول لازم نحددهم للمايكروسوفت project علشان يشتغل عليهم. اي بروجكت بيكون يونيك، يعني مهم انك انت تاخد بالك من النيو فاريبلز. اي بروجكت ممكن يبقى بروجريسيفلي ريبريشن، يعني بيتقدم تدريجيا، او بمعنى اخر كل ما تقدمت كل ما لقيت معلومات اكتر، او بمعنى تاني ان المشروع لو عندنا كبير وعندنا مور ذان وان فيز فمش شرط يكون عندنا ديتيلز على كل الفيزز اللي عندنا، لا ممكن يكون عندنا ديتيلز على وان فيز ونبدأ نعمل لها ديتيل بلانينج منا ما نجمع الانفورميشن على الاذر فيزز. اي مشروع required resources، وكلمة resources هي تشمل 3 main category for resources اللي هم الليبر الفريق العمل الناس النون ليبر، وكلمة نون ليبر بيستخدمها في المايكروسوفت او في البراميثيرا. ونون ليبر معناها اللي احنا بنقول عليها الماشينز او الاكويبمنتس، وفي كمان الماتيريال اللي هي المواد الخام. فما فيش مشروع من غير الثلاثه دول. اي مشروع بيتعمل لاجل الكاستمر او السبنسر اللي هم الراجل اللي بيدفع، اي مشروع بيكون فيه انسرتينتي يعني اكيد بيبقى فيه مخاطر، يعني بكل تاكيد ما تبقاش عارف التفاصيل بنسبه 100% او ايه اللي هيحصل في المشروع بنسبه 100%. طيب دي دورة حياة المشروع من البين بوكس اكسديشن، يعني المشروع بيبدأ بالفيزابل ستادي، ودي المرحلة او الجزء اللي بيسبق بدء المشروع، يعني بناء عليها ممكن ناخد قرار هنبدأ المشروع ده ولا لا. بناء على مين؟ على البري بروجكت وورك، او بين براكتس في قوسين بين قوسين كده بيسموها فيزابل ستادي، او احنا بنسميها بيزنس اناليسيز activities او business analysis tasks. لو خدت قرار انك انت هتبدأ بالمشروع فبتبدأ اولا بالموباليزيشن او الانيشيتنج او البروجكت تشارتر. على فكرة ملحوظة شرحي ما هواش مرتبط تماما بنفس الترمينولوجي او نفس الكلام بالظبط بتاع البين بوك، لربما حد يكون بي ام بي سيرتيفايد بيسمعني. لا احنا هدفنا تبسيط المعلومة، مش شرط ان احنا نلتزم بمصطلحات البين بوك تيبيكالي وبالكلام بتاعه علشان يعني نبقوا كويسين في البروجكت مانجمنت، لا هذا ما صحيح.
الصحيح ان احنا نبسط المعلومه ونخاطب يعني مسامع المتلقين للمعلومه بكل بساطه. فانا لما اقول هنا موبلايزيشن مش معناها ان انا انكرت موضوع الانيشيتنج، لا خالص. هي موبلايزيشن انيشيتنج انك انت هنا بيبدا مدير المشروع يعرف ايه اللي ليه واللي عليه، بيبدا بعد كده مرحله الاورجنايزنج او البريبريشن او البلاننج، يعني يبدا يخطط، ثم مرحلة الكارينج اوت او الاكسكيوشن، ثم مرحلة الكلوزنج، وفوق دول كلهم بيكون في مينترينج اند بلاننج. السؤال هنا، انا كراجل مايكروسوفت بروجكت، ايه دوري في كل مرحلة من دول؟ هي دي النقطة اللي انا هركز عليها خلال السلايدز القادمة. طيب علشان اركز عليها، تعالى اقول لك ان الجدول ده هو العمليات بتاعت ادارة المشاريع، والعمليات هما 49 عملية طبقا لآخر فيرجن من البيمبوك 6 إديشن. بكل تأكيد مش هشرح هذه العمليات قد ما أقول لك إنك أنت كراجل مايكروسوفت بروجكت في عندك في الانيشيتنج أو في الموبلايزيشن أو لسه إحنا بنبدأ المشروع بيكون ليك مهام محددة هشرحها لك. في البلاننج بيكون ليك أيضا مهام محددة أيضا هنوضحها. في during execution بيكون عندنا تاسكس محددة المايكروسوفت بروجكت يوزر بيعملها، وأيضا أثناء المونيتورينج أند كنترولينج وأثناء الكلوزينج. لكن محتويات هذه الجدول بتفاصيلها إحنا مش هنركز عليها، لأن دي بكل تأكيد خاصة بكورس الـ PMP، وفي كورسات متوفر فيها فيديوز كتيرة جدا. البيلفت نظر هنا اللي إحنا هنركز عليه خلال الكورس او الشورت كورس بتاعنا هو كرييت دبليو بي اس، يمكن حضراتكم شايفينها ايه، وديفلوب سكيدجول. ديفلوب سكيدجول دول اكتر عاملين احنا هنركز عليهم، بالاضافه ان احنا ممكن نشرح الكوست وكمان اديشنال تاسكس اخرى. طيب ام اس او مايكروسوفت بروجكت يوزر تاسكس ديورينج بروجكت مانجمنت بروسيسز جروب، ايه اللي المفروض تعمله علشان تستخدم المايكروسوفت بروجكت بشكل فعال وتكون انت فاهم بتعمل ايه بالظبط؟ ما بتكونش بس فاهم الايكونز او الفيتشرز او الفانكشنز او الانترفيسز بس، لا، ده احنا عايزين نحس بالحاجه اللي احنا بنعملها. طيب لو انت بتبدا في مشروع از ا بلانر وعايز تعمل له ديفلوب سكيدجول، فاثناء مرحله الموبلايزيشن حاول تستغلها وتبدا تجمع معلومات عن المشروع. المعلومات على المشروع دي بتكون في صورة ايه؟ في صورة review general conditions، يعني تراجع الاشتراطات العامة بتاعت المشروع الموجودة في العقد. particular conditions، تراجع special conditions او اللي احنا بنقول عليها الاشتراطات الخاصة. على فكرة كل ما ذكرت اكتر documentation عن المشروع كل ما كانت الامور ماشية معاك بسهولة وsmoothly في اثناء استخدامك للمايكروسوفت بروجكت. اتراجع كمان الجنرال سبيسيفيكيشن اللي هي المواصفات العامه للمشروع بتاعك، دي نقطه مهمه يا جماعه. اتراجع التندر دروينجز، وكلمه تندر دروينجز يعني اللي هي الرسومات الخاصه بالتندر او الرسومات الاساسيه بتاعه المشروع، ودي بتبقى خاصه شويه بالناس بتوع الكونستراكشن، بيبقى جاي لهم التندر دروينجز أو الرسومات التصميمية للمشروع. بتراجع أيضا البيل اوف كوانتيتيز اللي هو جدول الكميات، الأجريمنتس اللي هي كلمة أجريمنتس على فكرة برضه تشمل الكونتراكتس، يعني تشمل الاتفاقيات أو العقود، ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا لأن بناء عليها أنت بتحدد الستارت ديت والفينش ديت بتاع المشروع بتاعك جوه المايكروسوفت بروجكت. كمان مهم انك انت تراجع الميثود اوف ستيتمنت، يعني طبيعه التنفيذ، لان بناء على طبيعه التنفيذ دي هنبدا ان احنا نقسم المشروع بتاعنا او نعمل له بريك داون ستراكشر، او بنحصل على الاكتيفيتيز او التاسكس. فبناء على طريقه التنفيذ بتبدا انت فيما بعد بتحط الاكتيفيتيز بتاعتك جوه البرنامج. اللي اوت او الشكل العام للمشروع. إذن المرحلة دي أقدر أقول لك إن هي عبارة عن
مرحلة تجميع المعلومات أو البيانات عن المشروع اللي أنت هتعمل له سكيدجول أو هتعمل له كوست باستخدام برنامج المايكروسوفت بروجكت. طيب جمعنا المعلومات، هل نفضل نجمع المعلومات فترة كبيرة أو ولا فترة قليلة؟ الموضوع ده بيعتمد على حجم المشروع بتاعك وبرضو يعني بيعتمد على خبرتك. فلو كنت أنت عندك خبرة كويسة قوي في هذا النوع من المشاريع اللي أنت بتشتغل فيه، فإلى حد ما الخبرة هتساعدك في الجزئية دي. طيب جمعنا المعلومات وهنبدأ البلانينج. هنبدأ البلانينج يعني هتبدأ تستخدم فعلا الفيتشرز والفانكشنز بتاعت المايكروسوفت بروجكت. هتستخدمها في ايه؟ هنستخدمها هنا to create WPS اللي هو الورك بريكداون ستراكشر وهشرحه لك تفصيليا. هتستخدمها to define activities يعني تحدد الأنشطة أو التاسكس، تربط الأنشطة مع بعض sequence activities، تبدأ تحسب ايه هو required resources for each activity، تبدأ كمان لو انت حسبت resources بالتالي تقدر انك انت تعمل estimate cost، ثم كمان ممكن تعمل identify risks او assign وثم assign baselines. إذن دي الخطوات اللي انت بتعملها أثناء البلانينج. بعد كده بتعتمد طبعا الجدول الزمني بتاعك. لو اعتمدت الجدول الزمني ونبدأ التنفيذ، ففي أثناء التنفيذ بتبدأ تستخدم هذا الجدول الزمني أو هذا البيزلاين to track your project progress أو أنك انت تقيس وتتابع الأداء في المشروع بتاعك. في أثناء المونيتورينج and controlling أعتقد the same tasks as in execution processes group. يعني مثلا هنا بتعمل tracking لكن هنا بنضيف عليها أنك أنت ممكن تعمل update على البروجكت سكيدجول. يعني معنى كده يا جماعة ممكن بعد ما نعتمد الجدول الزمني نغير فيه أو ممكن نغير فيه، لكن بيكون لها اشتراطات طبعا وعوامل كتيرة. ثم أثناء المونيتورينج and controlling بنعمل assess للتشينج امباكت لتأثير التعديلات. أثناء الكلوزينج أو أثناء مرحلة الإغلاق برضو بنجمع الدروس المستفادة، بنحفظ الفايلات اللي عندنا علشان تكون as a lessons learned for future project. دي سريعا كده التاسكس أو الخطوات اللي انت بتعملها يعتبر during the project life cycle. لكن يهمني ان انا افكرك ان مرحلة الانيشيتنج او الموبيلايزيشن استغلها انك انت تجمع داتا كويسة عن المشروع بتاعك. كل ما النولج بتاعتك زادت كل ما قوتك زادت في المشروع. طيب اول خطوة بنعملها في المشروع هي create the project، هي create the a project أو create a new project في السوفتوير. create a new project هتلاقيني أنا كل step من الستبس اللي احنا هنمشي عليها حطيت لك صورة بتوضح لك ازاي تعمل الخطوة دي. create a project دي بتكون من الايقونة دي أو من كلمة فايل. أنشأنا المشروع بنبدأ نعمل customize للبروجكت calendar. customize the project calendar. طيب خلينا ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي نبدا نستخدم فعلا السوفت وير to create a new project and to customize a project calendar. تحياتي ليكم، نشوفكم باذن الله في الفيديو رقم 3.